مدينة باريس أثرت فيا لأن تعرفت كثير ناس من كثير بلدان لهنا، يعني من الجزائر، من تونس، من أفريقيا. يعني باريس تخليك تعرف بناس برشا برشا بلدان، وأكيد هذا الكل دخلته في موسيقتي، لأن موسيقتي مزيج بين شرق وغرب، وتعرفت ناس من الشرق ومن الغرب في باريس. وكمان ثم لهنا أوربان فايب، يعني حاجة في حس المدينة، حس المدينة الكبيرة اللي نترجمها بالموسيقى الإلكترونية في التوزيع. حب برشا هالمدينة. يعني بالنسبة لي الموسيقى تتعلق بالأحساس أكثر من بالأفكار، وانتوكا حتى كنت تحب توصل أفكارك توصلهم بطريقة فطرية اللي تتعلق بالأحساس، يعني حاجة كتير emotional. ونجرب نترجم هالأحساس وهالأفكار في التوزيع، يعني نستعمل آلات جايين من الشرق كما العود والجيتارة اللي عندهم صوت حنين، ومن بعد ندخل مثل to make contrast percussion ولا electronic drum، ونجرب نترجم يعني أحساسي بالمزيج بين صوت حنين وصوت أقوى حسيله. التوزيع هو يخليني بشوية بشوية نترجم ونعبر على أحساسي. ومن بعد الحاجة المهمة زيادة بالنسبة لي هي المسرح، يعني كي نوقف على المسرح هذه أقوى حاجة في المجال بالنسبة لي. يعني التسجيل في الاستوديو حاجة، لكن المسرح والأحساس بين أنا والجمهور كي نوقف على المسرح هما الوقت وين نجم نحس باللي وصلت، أعطيت وشاركت غنيتي. يا بلادي اللي بنات ورجال، الشعب من قام يختار من بي جديد متخبي، ولا انت هزي. امي فرنسوية وبابا تونسي، وتربيت وكبرت في تونس، ومن بعد جيت في فرنسا. تربيت في عائلة متفتحة، ويعني متعودة بالمزيج بين الغرب والشرق، وأكيد هذا أثر في موسيقتي وفي فني، في تعبيري الفني. وأنا نحب نخلط يعني بين خيالي الفرنسي وخيالي التونسي، ونحس باللي في العالم العربي الجيل الجديد متعود بالمزيج، يعني يسمع موسيقى تقليدية ويسمع كمان بوب وروك وهيب هوب. دونك نحس باللي الجمهور يقبل ويفهم ويحس بموسيقتي. وفي فرنسا كمان في باريس في كثير ناس من كثير بلدان، وحتى من الفرنسيين 100% يفهموا ويحسوا بالعالم الملون، لأن يعني الجيل الجديد يعني مخلط ويسمع كل شيء. دونك نحس إقبال حار يعني في الجمهور، ونحس باللي الجمهور ماهوش بعيد على على الملتينج بوب، الموسيقى الملونة. سيري اها ماشي حرير زيد في زينك والحايق مزين لك عينك، تقريتا فوتا وبلوزة سفسري لبسة متروزة سفسري لبسة متروزة تات بختر في الحلفاوين، شني الزين وشني العين، اللي يشوفك يبكش من القهرة يا حسرة يا ولا وهراء يا حسرة يا ولا وهراء يا حسرة يا حسرة يا حسرة يا حسرة يا حسرة يا ولا وهراء يا حسرة يا ولا وهراء يا حسرة يا ولا وهراء يا حسرة على سفسارينا 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 يا حسرة. مشى زمان وجاء زمان والدنيا ما فيها ما انت، تبدل تونس العزيزة وانسانة ولا فريساء وين الزين وين
في الساقين لك حلسات في البلاد وين ماشي نفيق ويعباد وين ماشي نفيق ويعباد ولا روز بالعدس الجوب تخبي تجيني روس ناري على سفسارينا الدم وتحط في دركينا الدم وتحط في دركينا يا حزرة يا حزرة يا حزرة يا حزرة يا حزرة يا ولا ورا يا حزرة يا ولا ورا يا حزرة يا ولا ورا يا حسرة على سفسارينا 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 يا حسرة موسيقتي نجرب نترجم احساسي الذاتيه يعني نجرب نجبد من وجداني المواضيع والاحساس اللي نحب نترجمهم في موسيقتي اما اكيد الاحساس يتعلق بالمجتمع وبالبلاد وين نبدا نغني فيه مثال في الالبوم الجديد سجلته في باريس وتاثرت بالمدينه الكبيره وبالاصوات المدينه وهذاك علاش دخلت الموسيقى الإلكترونية لكن الأكثرية من الأغنيات اللي نكتبهم نبدأ بأحساس ذاتية يعني من الداخل يا حسرة على نسانا بكري وحشتكم سكنا في فكري خبيني يمي في شونك ثم شي نغزر العيونة هترجع بي لدني التالي ونعود نشوف السفساري خبيني يمي في شونك ثم ماشي نغزر العيونة يا حسرة على سفسارينا 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 يا حسرة يا حسرة يا حسرة اما كثير مواضيع يمسوني في باريس في باريس الناس يحكيوا لك على الغربة على الوحدة في كمان كثير عنف في المدينة الكبيرة وهذا الكل نجم ندخله في الالهام والحاجات اللي مسوني نجرب من بعد نكتبهم ونوصلهم في غنياتي وفي تونس المواضيع اللي مسوني ولا الاحساس اللي مسوني يتعلقوا بالريف لان اصلي من جهه بابا من الجنوب بتاع تونس في الريف الريف والروح روح الجنوب حاجة تختلف من فرنسا ومن بعد في الإبداع نترجم الأحساس القويين اللي حسيتهم في فرنسا والأحساس اللي مسوني في تونس ونجرب نحطهم بحدا بعضهم ودرجة درجة نصنع فن ملون نرجع من تونس لفرنسا ولا من فرنسا لتونس سورتو كي نرجع لكرية كي نرجع من تونس لفرنسا لازمني شوية وقت باش نرتاح وباش نحس روحي في فرنسا خاطر نرجع بأحساس قويين
برشا حاجات تغيروا بين الثقافة التونسية والتربية التونسية والعقلية التونسية والعقلية الفرنساوية. دونك هذاك علاش يعني حاجتي بالموسيقى لزمني يعني ديما نلقى روحي في الفن وفي الابداع باش نحس روحي مستوية وباش نلقى روحي بين تونس وفرنسا وباش ما نضيعش في سكتي الفنية وفي ثنيتي في حياتي بصفة عامة. الابداع هو عالم واسع، كل شيء نجم نترجمه في الابداع، يعني كل حاجة في الشارع، في منعرفش نتعرف بشخص حكايته تمسني نجم نترجمها من بعد في موسيقتي. هذاك الحاجة اللي نحبها في الموسيقى، اللي عندي حرية واستقلالية وأنا عالم واسع على الأخر. اسمي نسيم كوتي من الجزائر ونوال من تونس. التقيت مع نوال في آخر سنة 2013 وبدأت أشتغل معها كعازف جيتار. كانت تبحث عن جيتار بلاير فأصبحت أعزف معها الجيتار، والشيء الذي جعلني أتعامل مع نوال من كريم هو أن أعجب بموسيقى نتاعها
وأردت أن أساهم في الإبداع الموسيقي وفي الجو الموسيقي لنوال. والشيء الذي أحب عندما أشتغل مع نوال بن كريم هو أن عندي فضاء فني واسع أستطيع التعبير فيه. تونس بلادي، بلادي في قلبي، يعني تربيت في تونس وديما تقعد لي حاجة كي نرجع لتونس نحس باللي نرتاح ونلقى روحي. أما أكيد أنا نص نص، أمي فرنسوية ونظهر شوية أجنبية، وساعات كي نغني في تونس الناس الجمهور يغزروا لي ويقولوا شكوني هلا المنية اللي جات تغني لنا، ومن بعد كي يفهموا باللي نتاعهم نحس باللي فوالا يقبلوني، هايك نتاعنا، هايك نوال. وفي الاخر فوالا نحس روحي في بلاصتي في فرنسا وفي تونس كي نبدا فوق المسرح. موسيقتي هي بلاصتي في العالم. نتمنى برشا حاجات للعالم، خاطر العالم نقصله عادلة وسلام وتضامن حاصل برشا حاجات. دونك نتمنى للبلدان الكل، سورتو البلدان اللي نسميهم تابعين العالم الثالث، نتمنى افريقيا والعالم العربي يتحسن ويقوي روحه، ونتمنى للناس الكل يلقوا بعضهم، وان شاء الله معناها الفن يخلينا نكبروا روحنا باش نلقاو هالسلام وهالراحة. ولا الناس الكل في تركيا، في تونس، في العالم العربي، positive vibration من خلال الموسيقى ومن خلال الإلهام، وأتشكر أدرم. Rukamani sina cece.
Sina, Jeje.